بتعرفوا ليش دايما انا مبتسم على السوشيال ميديا؟ لانه بحب شغلي كثير وبطقنه، لانه شغلي اداني حياه غير الحياه اللي كنت عايشها، عرفني مين انا. بحس لما باجي على شغلي كاني عاشق ومعشوق، كاني رايح اقابل حبيبي بالشغل. هان انا ماخذ جائزه السنه اللي فاتت، اخذت جائزه المؤثره على السوشيال ميديا بالتيك توك. هاي الجوائز انا ماخذ كثير عديد منها الجوائز، مش اول جائزه اني باخذها هاي الجائزه، لا انا هاي السنه الرابعه اللي بصير مرشحه لافضل طباخ بوايت جايد جينوري، ولافضل اكل بعمله في المطبخ السويدي. وبعدين انا داخل بعده مسابقات غير هاي كمان المسابقات. دخلت السنه هاي لنجمه السويد في الطبخ. انا اسمي ابتهاج العريمي من فلسطين، جيت على السويد من 20 سنة وتعلمت بعدة مجالات. أخذت أول شيء شهادة اللي هي أندر خوتشكا. بعد ما أخذت أندر خوتشكا يعني اشتغلت فيها، بس ما حسيت إني بلاقي فيها نفسي، اللي هي التمريض، إنه أشتغل عند كبار السن. بعدين حاولت إني أدخل في مجال الأكل، أخذت مساعدة طباخ من دون دراسة، اشتغلت بسرعة. خلال ما اشتغلت حبيت الشغل كتير، بعديها قلت خليني أكمل لطباخ. درست طباخ في اليمناسيت وخدت شهادة طبخ، وبعديها قلت لو دمجتها مع أني مدرسة أطفال في روضة، أخدت برضو درست كوش لأطفال. بس حبيت أكتر شيء الطبخ، لأنه دمجت كل هالشهادات بها الطبخ، لقيت كتير كتير فرق بالطبخ، لقيت عالم آخر. الناس بفكروا إنه الطباخ مجرد إنه طباخ حيطبخ هالأكل وخلاص، بالعكس، الطبخ متعة، هو اللي بيعبر عن هوية الشخص، هو اللي بيخليه ينجز، يطلع شو في عنده مهارات من عادات وتقاليد، وعادات وتقاليد شعوب تانية اللي لقيتها بالسويد حبيتها، وحبيت كيف أكلهم وشربهم، وحاولت إني أتعرف عليه، وبديت أعمل من عدة بلدان أكل وشرب، لقيته كتير كتير يعني عن جد اللي بعيش في هذا المجال بعيش في عالم آخر. بفكروا بس الأكل إن نمل المعدة، الأكل مش تملية المعدة، الأكل هو غذاء الروح، هو غذاء الحب، هو اللي بخلينا يدينا كل شيء في هالحياة، مش مجرد إني أنا جعان حاكل، لا، اللي هو بياكل بس الحيوانات لما تكون جعانة، بناكل عشان إنه في أكل حيمدنا بالحياة، في أكل حيمدنا بالروح، في أكل في له علاقات مع ناس تانية حنندمجها مع بعض. في إلي نصيحة لكل نساء العالم أجمعين، اللي بحب يشتغل يحب الشغل اللي هو بحبها، مش إنه أنا حشتغل علشان فلوس، أنا حشتغل عشان المجال هذا حيطلع لي، لا، اشتغلي عشان تلاقي نفسك، تلاقي مين أنتي، مين أنا، وشو هعمل، وشو حيستفاد مني المجتمع. أهم شيء كمان إنه المجتمع هو كمان إنه يستفيد منك، أنت مش بس إنك حتشتغلي عشان تحط فلوس في جيبك، لا، عشان تثبت نفسك. اللي بيثبت نفسه كأنه عاز سلطان زمانه، مش الفلوس كل إشي، بالعكس، عمر الفلوس ما عملت شخصيات، عمر الفلوس ما عملت بني أدمين، بالعكس، شخصياتنا إحنا اللي بنبنيها، إحنا اللي بنعملها. عشان هيك بنصح كل نساء العالم إنهم يدوروا على الشغل اللي بيحبوها ويعملوها. العمر ما إله حدود، حتى لو كان عمارنا 100 حنستمر بالحياة، حتى لو صار عمري 100 وحبيت شغلة هعملها على يقين إني حنجح بيها، لأنه كل إنسان إله هدف بالحياة، وكويس الإنسان إنه نحط له هدف بالحياة، لأنه من دون هدف ما في حياة. في مسابقات صغيرة بخش فيها يعني مع عدتنا، والحمد لله بتفوق فيها وبنجح، ولا مسابقة خشيتها ما نجحت فيها الحمد لله. يعني كل مسابقة طب مثلا طريقة عمل أكل أو طريقة عمل شيء إلا أنجح فيها وأخذ، لأني أنا بدي أنجح. اللي بينجح بينجح، واللي بدوش ما بينجح. كثير ناس بقولوا صعب نشتغل في السويد، السويديين عنصريين مش حيشغلونا، السويديين عشاننا مسلمين عشان إن حجاب مش حيشغلونا، بالعكس، اللي بيثبت نفسه
حيشتغل بغصب عن أي إنسان الله خلقه. صدقوني أنا مريت بالمراحل هاي، صدقوني ما حدا قال لي وين أنتي، لأنه أنا أثبت نفسي، أثبت إلهم أني بدي أشتغل. اللي بده يشتغل بيشتغل، واللي ما بده يشتغل بس أنه بتعكز على هالعكاز وبقول ما في شغل، بس الشغل كتير. عندي طموح كبير، تعرفوا شو هو طموحي؟ طموحي اني احط بصمه في هالحياه، احط بصمه لاجيال تكملني. هي طموحي، ما بدي افتح مطاعم، ما بدي ابني قصور، ما بدي اصير واصير واصير، لا، بدي احط بصمه لكل بني ادم شافني على السوشيال ميديا. طموحي انه في بصمه الي في هالحياه، وبحابب انك تكملوها هاي البصمه.